لو الحكاية فيها إن فيتو. النهاردة الأربعاء 17 يوليو، والنهاردة القمر موجود في برج الدلو من الساعة 11 وتلت الصبح. عندنا كمان أورانوس موجود في برج الثور، وفينوس والشمس موجودين في برج السرطان، والمريخ موجود في الأسد، وعطارد بيتراجع في الأسد، والمشتري بيتراجع في القوس، وزحل وبلوتو بيتراجعوا في الجدي، ونبتون بيتراجع في الحوت. يعني عندنا خمس كواكب بيتراجعوا. عندنا كمان النهاردة في حالة تنافر فلكي ما بين القمر اللي موجود في الدلو بيتنافر مع عطارد المتراجع في برج الأسد، والتنافر ده بيحصل عند درجة واحد من البرجين، يعني عند درجة واحد من برج الدلو ومن برج الأسد. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. مواليد الحمل النهاردة عندهم القمر في وضع داعم جدا في منزل الأصدقاء، وده بيديهم حياة اجتماعية موفقة، وممكن يلاقوا أصحاب واقفين جنبهم، ويقدروا النهاردة إن هما كمان يقضوا أوقات حلوة مع الأصحاب. وبشوف كمان إنه حتى على الصعيد المهني عندهم طاقة أكبر وإصرار على إن هما يعملوا تنمية لأعمالهم أو مشاريعهم، ده لو عندهم مشاريع. النهاردة كمان على الصعيد المهني ممكن يحصلوا بسهولة على دعم زملاء العمل ورؤساء العمل. نروح بعد كده لبرج الثور. ومواليد الثور النهاردة عندهم القمر للأسف في وضع معاكس، وده يخليني أقول لمواليد الثور حاولوا على الصعيد المهني ان انتوا تكونوا ملتزمين وتحاولوا تنظموا اولوياتكم وافكاركم. ممكن يكون عندكم شعور بالتوتر والتشوش، فحاولوا ان انتوا تتحكموا في الحالة دي وتنظموا بانكم تنظموا وقتكم واولوياتكم. تحاولوا كمان تكونوا منتبهين عشان ما تقعوش في اخطاء تتمسك ضدكم. الحياة كمان حالة التنافر الفلكي اللي موجودة، انه في كمان كواكب موجودة في برج الأسد، يعني ده في وضع معاكس مع الثور، فده برضو عائليا ممكن يتسبب لمواليد الثور في ممكن ظهور حاجة يعني احقاد او اجتماعيا كمان، او يبقى فيه استفزاز. فبقول لمواليد الثور يعني حاولوا تبعدوا عن اي ناس مستفزة اجتماعيا او عائليا، وحاولوا تسيطروا على غضبكم قد ما تقدروا. نروح بعد كده لبرج الجوزاء. مواليد الجوزاء النهاردة عندهم القمر في وضع داعم جدا في منزل الحظ، ويعتبر النهاردة وبكرة وكمان بعده من أفضل الأيام بالنسبة لمواليد الجوزاء. بشوف انه عندهم قدرة ان هم يحققوا مكاسب مالية، ويقدروا ان هم يخططوا لسفر او يقوموا برحلة خلال الثلاث ايام دول اللي هو النهاردة وبكرة وبعده. عندهم استعادة لنشاطهم، وعندهم على الصعيد المهني يقدروا ان هم يحققوا تقدم ونجاحات مهمة، ولو هم على سفر في شغل برضو ممكن يحققوا نجاحات هايلة، او لو هم في سفر في اجازة برضو هيكون عندهم اوقات رائعة. فهم على الحياة على كل الاصعدة. بشوف ان مواليد الجوزاء النهاردة وبكرة وبعده من افضل الايام عندهم، من افضل الايام خلال الشهر ده. نروح بعد كده لبرج السرطان. ومواليد السرطان النهاردة عندهم تنافر فلكي في منازل المال، وده يخليني اقول لمواليد السرطان حاولوا تتحكموا في رغبتكم في الانفاق وفي الصرف وفي التبذير. يعني النهاردة مواليد السرطان بيميلوا للتبذير وللتصرف في اتخاذ قرارات مالية، فنصيحتي لمواليد السرطان حاولوا قد ما تقدروا ما تتسرعوش في قراراتكم المالية، ما تغامروش، وفي القرارات الشرائية، ويعني عموما ما تصرفوش غير في الضروريات، وما تاخدوش قرارات بقى مصيرية ببيع او حاجة، لازم تفكروا بهدوء. نروح بعد كده لبرج الأسد. ومواليد الأسد النهاردة عندهم القمر في مواجهة برجهم،
نصيحتي لمواليد الأسد النهاردة أنكم تكونوا يقظين للتفاصيل، اتحركوا بالراحة حفاظا على سلامتكم، لو بتسوقوا عربية تسوقوا بالراحة، حاولوا في المجال المهني أو على الصعيد المهني تكونوا مهتمين بالتفاصيل علشان ما تقعوش في أخطاء، ماليا ما تغمروش، تاخدوا بالكم جدا في توقيع الأوراق والعقود، ويعني ما تهملوش التفاصيل الصغيرة. نروح بعد كده لبرج العذراء ومواليد العذراء النهاردة عندهم التنافر الفلكي بيصيب منازل الصحة، يعني ممكن يكون صحتهم أقل أو طاقتهم أقل، وده يخليني أقول لمواليد العذراء النهاردة مهم أنكم تهتموا بصحتكم وان انتوا تاخدوا قسط وافر من الراحة وما تهملوش اي عارض صحي، وتحاولوا تحطوا نظام صحي لحياتكم، ولكل عمل بتقوموا بيه تحاولوا تنظموا جهودكم، وما تبعتروش طاقتكم في حاجات ملهاش لازمة. نروح بعد كده لبرج الميزان. مواليد الميزان النهاردة عندهم القمر في وضع داعم جدا في منزل الحب، فده بيدي مواليد الميزان النهاردة طاقة عاطفية وأجواء رومانسية هم يقدروا يخلقوها حواليهم ويتعاملوا مع الناس بمنتهى الحب ومنتهى الود. كمان على الصعيد المهني هيكون عندهم حالة توازن ويعرفوا ان هم ينجزوا أحسن وتركيزهم هيكون أفضل، ويهتموا بكل صغيرة وكبيرة، ويعرفوا ان هم يكونوا متحمسين او عندهم الحماس اللي بيخليهم ينجزوا بصورة افضل. كمان عندهم فرص ان هم يكسبوا حب كل اللي حواليهم على كل الأصعدة، حتى لو كان فينوس في وضع معاكس، لكن النهاردة من الأيام الكويسة عاطفيا يقدروا يصلحوا علاقتهم بالأحباب، وكمان يعملوا توافق حلو مع الأولاد وتفاهم أفضل مع أولادهم، ده لو عندهم أولاد. وعلى الصعيد المهني يعرفوا يكسبوا حب الزملاء العمل ورؤساء العمل وإعجابهم بيهم. نروح بعد كده لبرج العقرب ومواليد العقرب النهاردة عندهم الوضع الفلكي مش لطيف، لأن القمر في وضع معاكس وكمان التنافر الفلكي مش في صالحهم، فلازم ينتبهوا عائليا واجتماعيا ومهنيا. ممكن ياخدوا قرارات بصعوبة أو يكون عندهم مواقف مش عارفين ياخدوا فيها قرار، عندهم تشوش، فلازم تفكروا بهدوء وروية. يعني مواليد العقرب مهمة النهاردة تتأنوا جدا وتدرسوا وتفكروا بهدوء وروية زي ما بيقولوا. وكمان ده يعني على الصعيد المهني والمالي، كمان في العيلة مهم جدا ان انتوا تنتبهوا لعلاقتكم بالأهل وبالقرايب.